طيب النهارده كمان اعلنت جريده الراي الكويتيه ان مجلس الوزراء الكويتي وافق في اجتماعه امس على تمديد عقد بيع النفط الخام الى مصر اعتبارا من اول يناير المقبل، مع فتره سماح تبلغ 9 اشهر قبل بدء السداد لهذا العقد. كمان المصادر كشفت انه وفقا للعقد التجاري المبرم بين الجانبين الكويتي والمصري سيتم تزويد مصر بحوالي 2 مليوني برميل نفط خام شهريا، وهيكون السعر وفقا للاسعار المتداولة عالميا دون تقديم أي خصومات. القرار الكويتي بيكتسب أهمية خاصة كونه بيأتي في الوقت اللي أوقفت فيه الشركة السعودية أرامكو تزويد مصر بالوقود للشهر الثاني على التوالي، رغم أن الشركة أفادت بأنها لم تلغي اتفاقها مع الهيئة المصرية العامة للبترول حتى الآن. المصادر بيّنت أن ميزة التعاقد الإضافية بين الكويت ومصر بخصوص تزويد الأخيرة بالنفط الخام تتمثل في أنه أتاح فترة سماح للسداد 9 أشهر، ما يسمح لمصر قدرة أكبر على التقاط أنفاسها لجهة تغطية كلفة احتياجاتها النفطية أيضا.